تبادل مهنيي ومحترفي قطاع السياحة لمختلف الخبرات في مجال الفندقة والخدمات السياحية والأسفار، وتعريف الزبائن بمختلف الخدمات الفندقية قصد تحسين نوعيتها مع متطلبات السواح الجزائريين، هو من بين أهداف تنظيم الصالون الدولي للسياحة بقسنطينة حسب ما أكده مسؤول القطاع. يعني أنا نقول باللي هذا فضاء لبنة تزاد الى كل نشاط بولايه قسنطينه. احنا اردنا ان يكون لقاء بين المحترفين في قطاع السياحه من فنادق ووكالات السياحه والاسفار. الان هذه المعارض في وقتها الاخذ الخبره منهم، وايضا نعطيهم احنا من خبرتنا، وهي فرصه المعارض هذه لتقريب وجهات النظر من اجل النهوض الفعلي والاراده الفولاذيه من اجل النهوض بالقطاع السياحي في الجزائر المهمش تماما. وبهذا الخصوص كانت عدة وكالات وهيئات سياحية أجنبية حاضرة بالصالون لنقل خبراتها لنظيراتها الجزائرية. واحنا متواجدين بطبيعة الحال كوزارة السياحة والصناعة التقليدية باش نقربوا معناها المهنيين لبعضهم باش ينجموا يقروا يعملوا اتفاقيات يخرجوا باتفاقيات. احنا نشاركوا في المعارض السياحيه باش نعرفوا بالمنتوج التونسي، ما تدخلوش معناتها مع الجزائريين ديريكتومون، تعرفوا بالمنتوج نتاعنا للوكالات الاسفار باش نعاونوهم باش يبيعوا المنتوج التونسي. رغم عدم مساهمه قطاع السياحه بما لا يتجاوز 3% من الناتج الداخلي الخام للجزائر، الا ان الغريب في الامر الاستمرار في الترويج للوجهات السياحية الأجنبية في بلادنا وما يقابله من غياب للتمثيل الرسمي أو الحضور المحتشم للبعثات الجزائرية في الصالونات ومعارض السياحة الدولية، ما يتطلب زيادة المرافق السياحية في الجزائر وتحسين نوعية الخدمات السياحية والاهتمام بالترويج للجزائر كوجهة سياحية بالخارج للنهوض بالقطاع السياحي المهمش بالكامل.